صباح الخير سالي، صباح الخير لجميع مشاهدي برنامج جوك. تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الإفريقية. الليلة الماضية شهدنا درجات حرارة مرتفعة، أجواء زي ما نحكي كاتمة بشكل عام في عموم المناطق. أيضا تأثرت المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، هطلت زخات خفيفة ومتفرقة ومحدودة من الأمطار خلال الليلة الماضية، ويتوقع أن تستمر فرصها خلال نهار اليوم مع استمرار درجات الحرارة مرتفعة وأعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تبقى تتأثر بأجواء غير مستقرة، حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، أجواء غالبا غائمة مع احتمال زخات من الأمطار، 24 درجة مئوية، الملموسة 23، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية لنهار اليوم. حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، إربد 26 إلى 21، عجلون 25 إلى 21، جرش 27 إلى 20، والمفرق 27 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا تتأثر بأجواء غير مستقرة، فرصة زخات من الأمطار، الزرقاء 26 إلى 20، البلقاء 25 إلى 21، عمان 24 إلى 19، مأدبة 25 إلى 20، والبحر الميت 32 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بأجواء غير مستقرة، فرصة لزخات محدودة من الأمطار، الكرك 26 إلى 20، الطفيلة 27 إلى 21، الشوبك 26 إلى 17، معان رياح نشطة وأتربة مطارة 28 إلى 15، والعقبة 34 إلى 24 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، حيث تشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، الأزرق 28 إلى 19، الصفاوي 27 إلى 18، ورويشد 28 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.